بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله: كتاب السيد والذبائح وما يوكل من الحيوان. وكسب سيئة السيد ورشدي سيد كما أنت بعنا المسيد ويانو وقال نفترك إذا لقى ما هذا لايا وحلقة هذا لايا ورشدي هذين قط قرب كلقو وقعدو هي أداب تل الربا ورشدا إن الله سمعه يو وقال نفترك هذه يوحي حاله ولا قال كل ما رماها سوق هذه دورها وقارشدونا وشيء مباح وبنان دل على إباحتها الكتاب والسنة والإجماع قرآن كريم كه وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله إيو حديث فرح بدن إمام دونتا صحيح هذا النبي يعني كسوغناتي ومدنا ويكو إجماع علينا بنانتا هاي جملهان ذبائحنا وجمع ذبيحة قورع ويان دون نقض حيوان ك بهيمة الأنعام كهي غير با وحي بنان إن لعن هرب كذا أيا لجورع أيا جورع عسك وحلال نقضان سون أدب بلي هاي وما يوكل من الحيوان حيوان كوحى بنان إن لعن ما كل لحم جاء يوحي أن بنانين سون وشيء دونا باب السيد بالكلاب المعلمة وعكس بسيا السيد وغارشدا بالكلاب أيدي لغو غادو المعلمة وحل باري أيضا تببارا معلم وحل إيرا هذا أيضا لبط المان لغا هلي أما الشيء جاري حدا لبط المان بأوا وين تلبام تكو بادو حويان هدير لديره وأمر لصي وقبل إيرا هذا إنو درمي هدي استاق إيرا هذا إنو استاق أيو كهر أيو وحي وقف طير إنو ننعنين oo uu cunta ku sii bilaabeynin marka hadii aygii jihi la yiraahdo oo la diro magaca ilaahayna lagu diro marka dirayso qabo tiraada bismillaah ku qabo waxaa shardi ah marka amarkaada inuu qaato inuu markii asagoo ordaya aad joojisana waa inuu istaago oo si fiican bareega u qabto wixii uu qabtayna waa inuu cunto ku bilaabin oo uu cunin arrimahaasa marka xadiista ka fahmi doonaa آيات نصاص إشارة إساء مكلبين تعلمونهن ومعلم تببرنوي هلك وحضرك دونتا أهمية تعليم تأيه وحبرشد أيلا هاي حتى في الحيوان حولها أي حيوان كأي بهيمة الأنعام أما ما هي حيوان كاسي أدوكتا أيغو كلايو إنو معلمكو وكا قيمة بدن يا ميت كان معلم هين هدو أي بهالكا قاري معظم أنا وحي كالي مركا علمي قو قف كيس أبا أحد كا قصي فيسان شرف قارو سيا أما ها هذا يعقل أما ما لا يعقل هذا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنذلي بن راهوي قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد اللبي عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم الضائي الجواد بن الجواد عيالي إلى هذا الجواد ابن الجواد يعني ابن الجواد ويانو صغنا ونندقس وها أبينا حاتم الضائي نندق بضان ودقس أبوها قال وحيري قلت وحاني ربولي يا رسول الله رسول الله إني أنا أرسل وحاندري الكلاب المعلمة أيضا لا تببري إلى إدبيي أيضا ساندري أن أغاد إذا كنت رأيا وحي أغار أركو أما سغارات أما إلى إلهات أما قرنوك آهات وحي أهاتب أما بكيلاء هذا أيضا بان كنت رأيا فيمسكنا وحي إيقبنا أيضا علي أنا يا كركيجا علي هذا اسمعنا لأجلي
asaga dartii bay u qabteen ayaga daraadood ma qabsanine anay ii qabteen wey haddii aan dirina way aqbaleen hadday qabteenna maynan cunina way ugu simeen waadkuru waxaana sheegi isma allah ilaahay magaciisaan sheegayaa calayhi cala alimsaaki waalirsaal diridda aan diraayo ee irsaalka aan diraayana bismillaahi baan ku dirayaa markaan dirayo bismillaahi daas wax weyn bay saameyn leedahay oo neefka inuu bakhti noqdo haddii uu intuu la xarbinaayo ee uu la geelgeeltamayo ee la dagaalayo waa wax nool wuxuu qabanaye hadduu caloosha ka soo rido isagoo dhintay loo imaado inuu wax la cuni kara noqdo iyo inuu bakhti noqdo waxay ku xidhan tahay qofka diraya bismillaahi ma yidhi mise ma dhihin hadduu bismillaahi yidhi waxay ka dhigan tahay tooridii uu gacanta ku haystay ee uu bismillaahi ku gowracay oo kale weeyaan faqaala wuxuu yidhi nabigu waa tajaawabtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam idaa arsalta kalbaka eygaadii haddaad dirto almucallam wax la baray tababaraa wadakarta isma allah magaci ilaahayna aad ku xusto calayhi diriddiisa korkeeda bismillaahi qaba aad tidhaahdo fakul cun buu yidhi wuxuu kuu qabtay oo isagoo dhintay oo xayawaankii oo meyd haddii loo imaado wey oo nafti ka baxday isagoo nool oo xayaata mustaqara ay ku sugan tahay haddaad ku soo gaadho markaa de wuxuu noqonayaa xayawaan la gowracayo bismillaahi adaa ku gowracan eygu waa uun kuu yar buhabuheeyey oo kuu dhaawacay adaa la rabaa inaad bismillaahi ku gowracto ee fakul waxaa weeyaan isagoo dhintay oo caloosha ka soo riday ayaa u tagtay u imaatay waad cunaysaa markaaba maqaarkaad kala bixiyo haragga waad karsanaysaa hilibkiisa waa kuu xalaal wey bismillaahi daasaa xalaalaysay eyguna wuxuu ka dhigan yahay tooridii oo kale qultu waxaani wain qatalna xataa haba dilaane isagoo dilay xataa haddaan u imaado miyaan iska cuni qaala nabigu wuxuu yidhi wain qatalna walow qatalna haba dilaano soo bismillaahi maada dhihin soo eyguna mucallam ma aho ma tababara waa kuu filan tahay markaasaa bacdu alixtiraazaat waxyaala markaasi iyaduna waxaa jirtaa inay la socoto ay tahay inay ka maqan tahay la rabo oo shuruuddiina ka mid ah maa lam yashrakaa hadduuna wadaagin kelbigaadii aada dirtay ama ugaadhaa ku dirtay kelbun ay hadduuna wadaagin oo la soconin laysa ma ahaa aan eydaada ka mid ahayn eydaada aada bismillaahi ku dirtay hadduu orday oo hawdka ka baxay oo diriddan ka baxay ay kala dhexda kaga darmatay oo aragtay oo la qabatay ugaadhi oo meydaa loo yimid oy korta taagan yihiin eydaadii ay kale markaa ayadaa see la yeelayaa ma cunaysid maxaa yeele way noo imaan doontaa eygaada bismillaahi baad ku dirtay eyga kalena bismillaahi kumaada dirin mar walbana waxaad ogaanaysaa masalatu luxuub wixii ugaadha ku saabsan iyo xoolaha la gowraca dhammaan wixii hilib ku saabsan asalku waxaa weeyaan attaxriim alaslu fi luxuumi attaxriim wey wax yaqiin ah unbaa lagu xalaashan karaa hilibka lagu cuni karaa kol haddaanan yaqiin lahaynin oon shuruudii ay wax ka maqan tahay ay hilibkaasaga waxaa lagu xumbaarayaa ixtimaalkaas hadduu la galay raajixa ah hilibkaasi midaa la cunaynin buu noqon markaa ashyaada shareecada loo kala qaadaa alaslu fiiha alxil umuuraha la yidhaahdo ashyaadu asalkeeda waa xalaal mubaax weeye ama waa xalaal la yidhaahdo waxyaalaha laga reebo waxaa ka mid ah alluxuum waalabdaac wixii ku saabsan hilib iyo wixii ku saabsan budci iyo farjiga haweenka asalku waa inay xaaraam yihiin waxaan lagu xalaashan karaa wax yaqiin ahoo shuruuddeedii la oofsaday oo dhammaystiran unbaa lagu oofsan karaa oo lagu xalaashan karaa qultu lahu waxaan ku yidhi rasuulka calayhi salaam bulaa caddi fa innii armii waxaan ganayaa bilmicraad micraadkayga iyo yagoorkayga jagaana garmaqaatu dhihi jiray garmaqaataha asayda ugaadhe baan ku dhibaan dhibin oon ku gani micraadku waa ul afka laga qoray mararka qaarna bir la geliyay marna aaman bir lahayn qaarkood waxay leeyihiin sahmun bilaa riish marka wax culus weeyaan oo aad ku ganaysa ugaadha afna waa leeyahay afkiisa haddaad la heshay iyo haddaad ganacgooyo ugu dhufato xukunkii labadaasu kala raaci fa innii armii waxaan ganayaa bilmicraad micraadkii baan ganayaa yagoorkaygii asayda ugaadhay baan ku ganayaa fa usiibu waa la heli bal ka warantanna rasuul allow faqaala nabigu wuxuu yidhi idaa ramayta bilmicraadi haddaad micraadkaadii yagoorkaadii aad ku ganto oo fa khasaqa ee fa kharaqa waa isku mide uu dilaaciyo afkiisii buu kula heshay oo af buu u dilaaciyey fa kulhu cun buu nabigu calayhi salaam
وإن أسابه وهدوس عصيبات كل فتو بعرضه بل عيسى هداد كل فتو وأشياء تورتي سيقذبا يقول عضو أحيوانك أف أي كم دي كاكاكي تأينا نحين فلا تأكلها عنب النبي عليه السلام إلا دون حديث كان وإيمان دونا فإنه وقيد مريد أن رتوس عليه الصلاة والسلام وحاوه يا وانيف لقل عن قويوي هذا تساو كل فتو قل عن قويوي كل انتين نيفكا ونها قوي سيداسنا وحر الله ومحا لا شد الله ومعنه أفكر لكن هداد ورنك أطورتي أما الليب كأدغنتي أما وحي أفكر هاي محدد كأفكي سلقوها إلا لهري وقال سيداس تربيك انت كأي ماتي سيداسي كل ماتي بسم الله إن الرعي حلال بين قنيسة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل من الغزوان عن بيان عن الشعبي عامر بن سراحيل عن عدي بن حاتم قال سألت الرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه وحان ويديي سؤاله وكسر سن أغاده قلت وحاني إنا قوم تطبعنا إن سيدوان أغارنا بهذه الكلاب أيضا أنك أغارنا بويري أيضا أيانك أغارنا وأغار يا أي قف أي وطا وكو أغارنا يا وإن يبنان تهي ويا مرك حديث ساسا لقات واحد دليله نبيه وجيدين مجرته وهذا منك رساقه لقود دليلي هذي ده مشغول وكلنا خضاء وقعدة ونسيس عصاص خضاء مرو شيشة أيه مرو لقدة أيه مرو رات كده قاعدة أيه مرو رها أيه تاعي ده وحلوت الماء ببعض الحد وقصة عرته غفلة وفق سجى غفلة يا كل هذا سيدا من بدأ جفا أو كلا ومن وقف أبواب الصلاة دي افتتنا لكن سياهان تيس عمل كان وقعد شذوة عمل دنيئة أو حقيرة وأبغى وحواها شخصي يسمر هذا كقارة سماه marka qofna lagu ma dhaliilay karo oo uga dhaayo ugaar buudisha halaal oo ilaahay u xalaaleeyay qofkii qofku baaratay wax kaga sheega waa qof dhaalim ah dulmi buu galay dambi buu galay dulmigana meel uu kala baxa jirto oo miisaanka cadliga ilaahay hortiisa ayaa uu kala bixi doonaa waxa yeelay xambay noqotay taxay kala noqotay in qofka asaga la dulmiyay in xaqiisi meel laga dhacay in la takooray oo la fuquuqay arimaha soo dhama meel baa lagu kala bixi doonaa marka ugaadhu in la ugaadho xalaal weeyaan waa shay banaan oo wanaagsan xataa anbiyaadi ayaa ugaaran jiray qaarkood ka soo horortay ugaaran jireen laakiin nabiyullaahi ismaaciil alayhi salaatu wa salaam maka markuu ku koray ugaadhaasi ku noolaayeen biyaha zamzam iyo ugaadhaasi reerka dad ku biilan jiray ku masruufi jiray waana nabi rasuul awey ibnu nabi ah ibnu khaliilillaahi ah qiimo badan oo sharaf badan وكان الصواد يشرف في عن مجرته مركا وغادو قف كان سبدي سي شرفتي سمنا وحما يش وحي لها وحي كميتا دقن حمدا جهاله جاهل لمدا واتعرف في النصب امدي هورنا اسكو دليل جيرين امدها دمنا ولغد ان كزولين النبي محمد امدي حتى او يري كزول ميسو وحا كميدا اتعرف في النصب ان قف كان سبدي سلا درو وخ لغا شيغو وليبا عمل شريف او خوغيسا او ديدكيسا او حلال لو دريعيو وخ لغا شيغو dambi weyn weyn oo kabiiro meel kabaayir kamida nabiga kaleey salaam ninka wuxuu waydiyay daar nabiga kaleey su'aashaas waydiyay inna ana qawm dadbaana wa reerna ila ilway nasidu bi hadhihi alkilab aidan an ku ugaarna oo subaxdi lala bixi markaas aadeer wax la soo dilanaya faqaala nabigu wuxuu yiri ida arsalta kilabak aidan aad hada dirta almuallama ee muallamada la baray wada karta asmallahi magaci ilahina aad ku dul xusta aleha aidan korkeeda markaa dirayso فكل واحد عنتا مما وحي أمسكنا عليك كو قبتين وإن قتلنا ولو قتلنا هب الدلال إلا أن يأكل الكلب أيجن عن موين مرك قيد لبعضوي تداي أيدا بسم الله يقدر تأيك لو وين اللقب عنن العجيب تنا وحويان أيجا درت إنا عنن وحي أذو درتي أسوأ عنايا وبرفوق هذا ودرت على شخص يريد الله عنايا أسوأ قبتي وحوي النبي فينا كره هذو عنا فلا تأكل أذها عنن فإني أخاف وحن كبقي أن يكون إنه هذا إنما أمسك كي قبصدي على نفسي نفتيس أصيع نفتيس قبصدي أو أغاردي أذي يكون أغارن ها فكلوا مما أمسكنا بإلى هذا وحيكون قبطان عنبوها هذا أصيع با عني كل هذا أصيع عني أصيع قبصدي أذي يكون قبنين وإن خالطها أي ذادي أبا أي ذادي هذي كدر ما كلاب من غيرها أي كلو أي ذادي على هين فلا تأكل عنن سببته وحوي أي ذادي بسم الله بقدر تيوا بسم الله سيهي لكن كوا كله بسم الله ما لو ما ديرن وهي ما إله أن لو حسنا لعون ما هي قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي معاذ
قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عبد الله بن أبي الصفر عن الشعبي عامر عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي محمد ويديه بي عن المعراض بن ويديه أرشاس يداها وقال لقد بأن نبيه الله لي فقال وحيري إذا أصاب بحدي وعلى كالقاضة يا أفكي سوحي أضله الشو فكل عنب نبي عليه السلام إلا خرقي يتشيحتان وهي وإذا أصاب بعرضي بالله وحضور فطر فقتل أو فقتل ساكد لنا فإنه وقيد والموقوضة وي حيالي الحرمي كميدة هادناف كالقنع قويي أنت نبر لقد نفتي قنع قور أدنتي قور عنا أن للقارنا سوق أو نفتع ركبي حين ساكد انتي كاسق العنم هاي فلا تأكل عنب نبي عليه الصلاة والسلام مركا شيقا إنه حكدل بحد إنه محدد يهي إنه مثقل يهي بالإلهة وحو حمارة لغو غارنا يدو يهي مثقل وعليس وحكدل هدو يهي نغحي إيو بركي إيو عيان نوع عاصو كلام وحو يول موقودة بين قنع سعنا في القنع قوية ولا معنا إيو لكن بحد يأفكي سادو كدل وعلى عنا إياه ساس ويان فقال قالوا وسألت وحان ويدي الرسول الله نبي عليه السلام عن الكلب أي كورن فقال إذا أرسلت كلبك أي قال هذا درت هو ذكرت اسم الله مقع إلهنا أتكل حسن فكل عن فإن أكل منه هدوح كعرنا فلا تأكل عن فإنما أصو إنما أمسك على نفسي نفتي سوء قبصتي لكن هذا سوء هيا أو تكتب ما أن عن ما كواد عن إيسا ماشي وقبتي كورن أي الاسم هيا علمه ماشي وقبتي سيدي ولوق الكلب أو كلا إن الاسكاد قط الدبجر ومر عرى الغدره مياه سلاسة علماء قار لهين حديث كأيقو أوقي أصنع ولوقي إمساق وقف صنعي قروا حليين لم الشيقين وحيالي نكاسي أو بادية كهض لاي أو الأوبيه إن أقونتو إسكير تهي أول نبي عليه السلام كاموسي وبيان كي وقت الحاجة إن نريدها بعد بلاهين ويان مركب حويان خروج عن الخلاف وحلي راجلة الخروج عن الخلاف مستحب وقاعدة الخروج عن الخلاف مستحب إن وحي خلافه أو علوم ذي فقه لا يسكوها يان لقاب بحو أو خلاف الآن لا بحو بر الأمان أيا في عن ساسا ونكسن مركب خروج عن الخلاف اسكدق قلت وحانري فإن وجدت هدان هلو مع كلب أي كلب أي كلا آخر كلا لا لجوغا وغادين هدا أي لما تاكو جرت ماشي نفتك بحضي فلا أدري أن كلا قرنواي أيهما اللبض ولا متكو دي أخذه وقبتين أن قرنواي قال الرسول قل فلا تاكل عن المركايضة فإنما سميت على كلبك أي رواد مقع عوض مقع إله بتكون مقع عوض كدرس ولم تسمي على غيره أي هذا غير كيس أي ذكر بسم الله كمال الدين مركا دي هلب وحلال وحرام لسوق طلب احتمال أوجرا حرام بل لو دينا يا حرام بل لو دينا يا على أصل في الأضاعي واللحوم التحريم قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي إسماعيل بن إبراهيم بن المقصب قال حد أخبرني شعبة عن عدي بن أبي سفر قال سمعت الشعبية يقول سمعت عدي بن حاتم عن مقرأ يقول له سألت الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المعراض فذكر مثله قال وحدثنا أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا غندر لقب ويار محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن الحجاج الواسدي قال حدثنا عبد الله بن أبي سفر وعن ناس دتكلة وذكره الشعبة وشجع مع يهودا وعن الشعبي كورنا يو قال وحيري شعبي سمعت عدي بن حاتم قال سألت الرسول عن المعراض بمثل ذلك جهل هذا مركز الناس كاسي أباكم أدب يسمى متابعوي يغتفر ويستسامح ويتحمل في المتابعات ما لا يغتفر في غيرها وصوصة مركي مسلم رحمه الله وكيك يري حديث يأتي جنب حديث حديث أصل كامكو كانوا مع سنة كيسي متري يسيس كوكو فلان كوكو فلان وحي كدن بي متابعات ضعيف بين غنكرا لكن من باب متابع الله كاني قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا بن زايد عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم الطائي قال وحير سألت الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحان ويدي النبي عن سيد المعراض بن ودي يغورك أما محوها قرمقاتا ورشدي زلوق وغارنا يقول كاسي فقال وحير ما أصاب بحد يأفكي سوحي لله له فكل عن وما أصاب وحي الله شاسا بعرضي بل عرفته فهو وقيد وقنع قويها عن أيو نبي عليه الصلاة والسلام قنع قويوي طيب وقالنا يفكا وقالنا هكا عرري واتوغن كرتا حبتنا واتكوتوغن كرتا الليب وحي اتكوتوغن كرتا حضو كو حب بصوت بسم الله اترى هذا السلاسي واتكو قالن كرتا وقالنا يفكا وكو جوغة وكو حلن إن برد مدحة لقلد عوه أما بصوت مدحة لقلد وفتح حرام ما بنام
مبنانا نبي عليه السلام يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة إذا وحدي الإنسان ذلك الغاجية وذات قصاصة حدود إلى قوة فينا حيوان كان ذبحي القورع واحد قورع عيسى قورع أو مارتي هغاجيو إحسان سمية وأحسن إن الله يحب المحسنين وي. إحسان بالله ربا إن الله سمية النافكا كان ومن دي الله صوفية وعن لغو عيارين ولغو البهدلين ونوفكي وعن لقالين لن تجبينين ميلا أركي سجيل لغو هلغا تجبين أيو مركي تجبان وي أجاقو الله فيه ودن سوى تاقي هنا وفردية لأن هذا هو لقالنا أيو سيد درواقي وكالي سيد درواقة درواقة لباح وكغدو أي هاي لباح هدو ناف قبصده وحق قبصده ويوقع بس لو أير ورطة ونفتك قاضو ديله مرجع كذب صورن توه هيو بودن تو وسكه بس كذب وعني دروعة لكن ناف كور واقع يقيل أيه أيه عد عد لوكل قصار الله لك عري يا الله لك العري بهل نعبوي مرجع إين حواليه سياسة كلا ليه لوجها لقى شر وما دخل لقى جراء أو تواد لو نفته أو دينا مركو كف كذب دينا تروح الله مرمريه وحاس وحصح ما شرع دينا ما أقرا وسألته وحوي دي عن سيد الكلب ايغا اوغاديسان ويديو وارشديس لوو غادو فقال وحو يري ما امسك عليك وحو كو قبط او ولم ياكل منه وحمان وكعنن فكل عن وكو بنانتا فان ذكاته غور عيسى وحاوي ياخذه قبشديس وي فان ذكاته اخذه قبشديس سويان غور الى غور الى او حقا دينافكن قبشدا او كو قبط بسم الله انو كو قبط اسقون عنا وتغت انتاس اسو خيران ايا غور نقنيسا فإن وجدت هذا عندك اكتاد كلبا آخر أي كله أو أض وعبي وميده يلبي كذا يبت كله فخشيت أتكبر أن يكون أخذه إنه لقبت معه كمعيزة والحال قد قتله ودلي وكا بركل الديدين هاي سقى النال دعوتك متك قبطيبة جور على ضمام على حسابي إيه وقد قتله سقى ودلي متك الدلين أدور وهين فلا تأكل عنن إنما ذكرت الذي وهي صوبتي حقوق وحقوق معلل أه والحكم يدور مع علتي وإنما ذكرت اسم الله على كلبك أي قال بسم الله باتكو حستي ما كدير أي شيء ولم تذكروا على غيره أي قال بسم الله كما أنا حسين مقع إلهي بسم كاسا أرنتك عدها هاي هدي لو هايو أو أي كلي يا رمك لا يسوق قلان وقعد عيضا سيئة ذبا هدي وحير وشمها يسوق شو حرام إنه غنيسا وحدثنا إسحاق من إبراهيم الحنظلي أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي حدثنا زكريا بن أبي زائدة بهذا الإسناد قال وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعب بن حجاج عن سعيد بن مسروق سعيد بن مسروق أخو أبو سفيان سعيد بن مسروق الثوري وأبو سفيان ابن سعيد بن مسروق زمان قال حدثنا الشعبي عامر قال سمعت عدي بن حاتم وكان لنا جارا حاتم بنور من حاتم بن عدي ضاي وكان وحوها لنا أنه وحنوها جارا درس بنوها كان هو عدي قاسي لنا جار درس بونها غير قرية أنا أسكت دوايو درس بانهم بوله شعبي والدخيل النووها من مخالطية ومعاملة بدن كثير الدخول علينا إن بدنا نوصل قالوا لنا معامل لنا رغموها والربيط النووها من عبادة بدن أو عبادة دي سيضاع دي سكت داله والدنيا هي مشغول كذا ونخير كي عبادة كم مشغولين أيوها بالنهرين ماشاس نهرين لي راهدو وما لي راهدو بالنهرين نهرين ماشا لي راهدنا مركو جوغين ودا دقنين نهرين قيل وحال لي روا ميل أود حيسا بين واسط وبين بغداد بأود حيسا وقيل قرية من قرى اليمن وقرية اليمن كمدة بالنهرين داس تفسير كاللواجر هذا والدخيلا بوها والربيضة ميدس كل حلا بالنهرين لبدو وبيبوها لبدو وبينا مركو استعارة عن الدنيا والآخرة الدنيا دي وقعان تبيع عسكاك قبطي والمشغولين عبادية ضاعوا كم وذي آخرنا أمارة وعبادية استي أيضاً والغوم عن أيي أنه سأل النبي النبي عليه السلام بويديينك عدل إلى قيمها بضان سأل الله أماني إيه ونقسن سحابي ويام به قال وحيري أرسلوا وانذير رسول الله كلبي أيجي فأجدوا وحنهري مع كلبي أيجي معي سيلا جركز كلبا أيك لقد أخذ وحلق قبطي لا أدري ما يؤدي أيهما أخذ قد أخذ حال قبطيه وادي والله يا قبطي لا أدري موجا أيهما أخذ متك قبطي ما جرنا يوم وادنا هذا وين دمت أيضا دم أنها دي أتجادو وح قبطي بعدي جور عادة أيه كوس عنه وحلالهبي لكن واحد إشكالك وحويان إن لقي استعجوا بهنا وقفلوا بهم إن وادي أي دمتيوي لبا أي أو كادي يمتك أنا كرت عليهم قال النبي فلا تأكل عن ها
فإنما سميت على كلبك أي قال دوشي زمر كادير بسم الله بعد دوشة كزارتو الرعيزي ولم تسمي ما ضمك عام على غيره أي قال غير كيستنا وإذا كالآنا بسم الله يكو ما رديرين مركزو هيري ما أرنتو أرنتها كيف قوي. قال وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر غندق قال حدثنا شعبة عن الحكم عن الشعب عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك سيدا ويان مركا اللحوم المستوردة هربيها قارضة لغا كينة ودبنا قارضة لغا كينة ايا علمه كهضلان فتاوى بضان كسو ساران اي كهضلان مركا هدي اللي هلو شركات كإسلامي وكالضة إسلام كأجوغة شهادات شعبات تواضي هي ايا رنتها للتوثيقية اللي هذا اني تطبع استقراء سيفي عن ايا رنتها سيورا عان مركا وحاويان إلا حلالية ويان وحلالة تهي هدي كالوضك شكيدانا انا اسكاتها وقفتوي. قال حدثنا الوليد بن شجاع السكوري لكن ذلك المسلمين لا يقانع الصومالي اما غير كذا المسلمين تا هو حي قورعان انا سير الرعض هل هو يصلي ايو موها وحاس الى سر الرعض ما اقوله انا سير الرعض ما اقوله كل هذا مسلم بيهي انا اسال سيف القلقريسو شكي القلقريسو قال يا كوف في دنو ذي ولا كوف في دنو ذي تكفير لما قاعد بعضها يترهيني كمسلمين تا حي قورعان ما بعونا انه لعل لعل احتمالاتكم اكو احتمال ضعيف يا هي لا يساوي ان مرت النصوص يا الذي عمومات يا الذي انه صابنكو يا جو وحق تقيمكم لها النبي عليه السلام دد وحا لو شيغ قريب العهد في الاسلام وهيلب كينايا وهيلب كاين بسم الله دهين ان كلا انا ور لو هينن سموا الله انتم فكلوا بالنبي عليه السلام اذنكم بسم الله ما كنوا سانتا دهدان عمر ابو النبي عليه السلام وهذا باديه يا كيما دو وحي عيد مودي اقونتودي كذا اما اسلامك كو عصب وحبا دغه ودغينا بيو فما بالك ضد مسلمين ها وكأب كأب مسلمين ها إن وحي قورعان تشويش لقيريه أو لعلا بلغي يا باساسا نعي كتلير هذا إلا يقين يا حقيقة الله به الله بصده أسلك وحاوية يقين بالله يستي مسلم كا مقع عيسى إسلام ماذا أقول فلان قور عيسى حلال وهي مركا يقين تا أيضا لا يزال بشك شك لقد زولين مهيو. طيب قال حدثنا علي بن مسلم عن عاصم عن الشعبي حدثنا الوليد بن شجاع السكوني قال حدثنا علي بن موسى عن عاصم عاصم بن سليمان الأحول عن الشعبي عامر بن شراحيل عن عدي بن حاتم قال قال لي رسول الله نبي عليه السلام بوحيه إذا أرسلت مركا درت كلبك إيجاد فذكر اسم الله هرت مقع إله كح اسمك ديريسو قال وحيه قال لي رسول الله نبي عليه السلام بوحيه طيب فإن أمسك عليك دقوقة فأدركته أكب قاد حيا صغر نول صغر نول وقاد وقبتي ولي نفسك بحين نول فذبحوا الجورع مك أي بقى يقرب تيدات لا في سوق ميسد وتجورع عيسى فذبحوا الجورع وين أدركته وهدي قادو قد قتل سقو الدلي ولم يأكل منه وحنا أنقعن هو معياها يقبل شراء يوحى مبرد تي فكل سكعن بنبي عليه الصلاة والسلام بسم الله قيمها إلى ذايفير بسم الله بركة ذي كميتها هي مجا إلهي الله حصه بركة إلى ذاي وعد أدرتي أي أدرتي وحقرتي وحكو حلالي بسم الله مقع إلهي قدرتي مركب بسم الله يدو مير والبا والله استعماله ويكفي عنتها بركة كل هذا انتظر لعوني يجريها اللجيري يمزاجد اللجيري يوعد الله ديري يجماع يريها الله قال ماني أنت بسم الله يدرس وحوين بكفر هذا يا الإلهي. قال وإن وجدت مع كلبك هداد أي قال معي سأدرت وجدت هداد هش مع كلبك كلبا بعد هش كلبك أسوأ غيره غيره أي قال ذي أنا هين غير يعني غير كلبك وقد قتل والحال بعد هنش قد قتل ودري فلا تاكل عنن اي كل كرتاغي فانك لا تدري ما ايهما قتله لبد اي مثك هذا بسم الله قدرتك كي قال مثك دري ما تقانت وغدن وان رميت سهمك ليبك هذا هداد قنتو فذكر اسم الله ما اله يرت حس هذا ليبك ما يمد وغدي بعد قنتي حبد بعد كتورتي بسم الله تدرات كون قنتي فان غاب عليك عنك هذو قرصومو كا مقناادو يوما ما أرن أنا تقول فتى والأركي زي كذب وعرري أو راوع بالعرري ما أرن أم كان مغنا أثرات كذا دبس عد فلم تجد فيه ماذا نهر إلا أثر سامك ليب كذي ثرات كيس وحن هن أو جراحه قط على نمله فكل عني شيء تضرت معي وحود أنت وأول ليب كذي ويان وحكلا أو وحد له أما قد وكل دعي أما بيا وكل بختي أما أقار كلا نحن وقص كسر قص شيء وحكلا ما ذا نركي ليب كذي بس تقارت فكل عني شيء تبلوي إن شئت هذا دون توي وكو حلال وإن وجدته هذا هش غريقا حاله يمد ما شاضي في الماء بينا فلا تأكل عنن ليه كذا وقعد كله فتهدو عرره سوء عرره بل ما شرى وكل حبه نفس كنت حطوره
أما ور ماشي أنا كده حد عاصو ميلا وتكتو وهذا سي ملبي كذي بقول ما تي مسبيه وده ما تي لما يقان صومها حرام الدول. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن مبارك المروزي قال أخبرنا عاصم بن سليمان الأحول عن الشعبي عام عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي السؤال عن سيد وقعدة قال وحري إذا رميت يعني مسيد ورشدي بقاضية إذا رميت سهمك اللي كذا هداد قنت فأذكر هرت حسب اسم الله ما قال إلهي كتقل في وجدته هداد هش وقعدي وقال قتل أيجي وقال قتل الدير وقعدي فكل عن إلا أن تجده وإن هش قد وقع في ماء سو بيكود عين وقعدي بيكود أحبط دين هش مبين فإنك لا تدري ما كان موجد الماء بيها ميا قتله الدري أم سهمك الليب كذي ميا واحد دري إلا والله بس صبابة الله بنتوي لما صبابة الله بنتو حديت كلا جروا إذا متك وردين تي وحوي على صلو في اللحوم التحريم حرام تصل حم باريسا وحيقين الله يس يوح مارتي أصل وكراه يستنا ملها قال حدثنا هناد بن سري أبو سري قال حدثنا المبارك عبد الله عن حيو بن شريح قال سمعت الربيع بن يزيد دمشق المغلى يقول له أخبرني أبو إدريس ما يور الربيع عائد الله الخولاني قال سجويري سمعت وحان مغلى أبا ثعلبة والله بقي وذكر كتاب السيد قدرته لما سحابي إنك وصل نقول قضاء ولا جمارمان أبو ثعلبة الخجري يا عدي بن حاتم الداي مرق حد حديث هذا قصوا بعضي وكذا سحابي كلامه سمعت وحان مغلى أبا ثعلبة الخجري واسمه جرثوم جرثوم بن ناشر عيالي رضاي الخشري يقول الصقو له أتيت وحان إمادي وإمادي الرسول الله النبي عليه السلام فقلت وحان كوري يا رسول الله إنا نغو بأرض قوم ددبان ألكو دقنا ولا دقنا من أهل الكتاب أهل الكتاب وعدد كان ديميه هو رشاكتا كتابك التوراة إنجيلي كريستاني يهودوي أيها لدقنا هاي نأكل في آنيتهم ويرشوا ضم وحسكاحنا ولش هذا درسنا ولا نور الله وأنك لا قادنا وأرض سيد ونحن أنجو في أرض سيد نلقى أقعدنا وانجونا أسيد بقوسي عن صديقي اللي بتدان كو أقعدني وأسيد وحنك لا كو أقعد بكلبي أيجي المعلم لا تبرعي أو مس بكلبي أيجي بان كو أقعدنا يا مرك قار أو دوا تنوعي مر أيجي معلم كها أو بكلبي أو بكلبي أيجي جينا كو أقعد الذي ليس بمعلم أن لا تبرين انت بويد هذا فاخبرني ايش الشيء ما الذي وحى يحل لنا ان نغبنا من ذلك الركاس ارمها جاءه سؤالها هسه متداخل كيس قد جرجره اي ويدي النبي عليه الصلاه والسلام قال النبي عليه السلام وحو يري سيؤكل الريه بو جواب اما ما ذكرت وحى شيكت انكم يدينكم بارض قوم تدلكم ان دغنتين من اهل الكتاب ذكر اهل الكتاب كلا يراهدو التوراه يا انجيل يهود نصارى وايه حداد ولاشود حداد ويديسي تأكلون أنتان هذه ويدي سفيانية ويرشوها فإن وجدتهم وعلى فيرنا يا هداد هشام غير آنية ويرشوها وحانا حين واتكمار من كرته ويرشوها فلا تأكلوا فيها وعنها كلنا معايا وحيا ربضان وإنك حاران ونجاسة أي لك احتراز دوفارك لقى بين اسكحونان خمرة لقى بين كشبتان ميتية بخت بين اسكحفان كران مركو ويرشوها هداد كمار من كرته اسكحمارانو كما قوها استعمال با ولم تجدوا هدينا ويلك لهلين اجي ام باينيده واخ كلو ويلا ما جيرتو اما ميلهودا ايغا جوجتي جوجين ما تقتي ويل كلو كو عبتا ما واخ كو واد ويدي فقسروها اسك دقه اسك ميدا ثم كلوا فيها واخ كو عنبو النبي عليه السلام وصدق يساد وصدق ظاهرنا وصدق نظيفين على انه نجاس اي استعمالان بابدان مركا اسك دقه اسك نظيفين واما ما ذكرت واحد شيكتي انك بارض سيف دول واده اي لغا اوغاده ايا دغناي ادي ويديسي فما اثرت بقوسك قاصد هذا واحد كوكا دو الليب كاد قنتي قاصد كقنتي اد كوكا راتو فذكر اسم الله ارتمك عيلاهي كحص ثم كل عنب نبي عليه السلام وما صرت وحي الله شب كلبك ايقادي المعلم اللي تبر وحي اتكوها سيبتنا او اد كوكا دانا فذكر اسم الله مقع عيلاهي انت حصته ثم كل عنب اذكر اسم الله يا الرئيسة انت على ديرنبا بسم الله يقود الرئيسة ما كفذكر اسم الله اذا ما انت واسك ترتيب ذكريه فبحايل وصوم الري وما صرت بكلبك الذي أي جادي وحي أت كوغارت كو أصيبت ليس بمعلم أن تببرين فأدركت ذكاته وأي لسك جاهلة أم تببرين علم لهين أي أت كوغارتي حدي أصو نال وحي قبتي أو نفت كبه إلى كو جاد جورعة جورعة فكل عمر النبي عليه السلام وحي سعود لبختي ويان وحدثني أبو ظاهر أحمد بن عمر بن صرح قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب المسرحة
حدثنا الزهير بن حرب أبو خيثمة حدثنا المغري عبد الله بن يزيد كلاهما عن حيوة بن شريح بهذا الاسناد نحو حديث ابن المبارك عبد الله أن حديث ابن وهب غير أن حديث ابن وهب لم يذكر فيه مشيئا سيد القوس مشيئا. إن تقول دوين بعض الحكوس أبصر إذا غاب عنه قفك هذا كم مغنى السيد وغادبا كم مغنى توكده وكفكتي وتوكتي كدبي يوهي ما لك كل بعضي والرادية ثم وجده كدبوا مالك هلي معون سبانا يا أغادا أيضا معون من سمعون أيضا تنصوا. حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نبي حيري إذا رميت بسامك ليبك هذه حداد قنطود شيشت أغادي وأطلهش أغادي وفقاب عنك أغادي باكام أغناتي وذويدي وفأدركته وحاذها لأي شيء مالين دمبي أصدقه وميده وميلس كي يالا فكل عمبك يرى النبي عليه السلام ما لم ينتن هذون أورين سقى أوراي أو دحيري وبيهد أو تكتو مركا يدا معنى يسيد أوركا هذو أي هير العني كرين أو هير دحيري دحيري وقالي أو بختي أو نغب مركا تاي ذا حويان ضرر با كإيمان أي ضرر جسمي غي عافماتك أي كإيمان أي شريعة وحيالو بضنبا وحرمتي للمضرة مضرة كإيمان سقفك النفتي سوحي نبكو كينا أي عافماتك سنبكو كينا أي والله حرمي مركا واحد بختي أو دحيري قالي هذا ترى وان عنايا نفتاديون ولا شادي بعد قتير قرينا إيسا مركا لكن أصدق أن سدى نقوان هديات قادو ونبر كي أتقول فطيهم بس كوية له وأسكع عنا إيسا مغارك كبدو عسو أسكع كرسو. قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني معاوية بن صالح صوم الرويان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي أبي سو جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني جرثو بن ناشر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي كوري في الذي منك يدرك جاري سيد وادي بعد ثلاث صدح بركذب يجاري صدح بركارب الله لا يوارى هذه ما صدح بركذب كوارك سو بلي على بختي فكل عما لم ينتن سو دون بختين ودون بختين صدح بريادي أنت بلقو بختي وحوج دون أورينوي انتنانك وأركوي طيب ورجع أركونا دي وأر عن حد المضرة كان يسوي حقوس كشيرة هديتها وحوينا سيئين معها لكن وحي مضرة يقرب كان هي ما لم ينتن هدونا أورين أبختنوي أورين أوركيسة أورين نقواني وحي مضرة كان هي. طيب لولك قبوة وكاليك السورة بكرتا ميلها برفك قبوة وقدعه وإلا لولك كلالك عنيف كالديو ما أنتو دينتو قرب هدين لك قرب لوكتو تاقي زحرين باكوب اللاماني ملل. وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء عن مكحول الشامي عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في السيد كسعف سنة. ثم قال ابن حاتم ما وحول حدثنا ابن مهدي عبد الرحمن عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير وأبي زاهرية عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني بمثل حديث العلاء غير أنه لم يذكر مشيئا نتونته أركئي لغهض لي رواية مشيئا. وقال في الكلب أي جملة كهلا وحجري كل عن بعد ثلاث سدح بركذب إلا أن ينتن إنه أرم ويان أم ينتن فدعوا كتك مركز هذا واحد ورأي النعذور سكتك أم أيها كوقبته أم اللي بله شري باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. وعلى لوحي صاحب ذي ناب معي صاحب عندي سوى حرام وكل ذي مخلب وحي صاحب عدي من الطير شمبرها كميدا يغون لما عوني كارو عيالا لعوني كلمة كميتا هاي عيالا قرآن كينا كريم كا يسونا ذا نبي عليه السلام مكي لسكو فيريو مرة السونا ذا وحي نقطة سنة بيانية لمجمل القرآن قرآن كمجمل كيسي وبهنا إن لفصير بيانيو أيو عديي وانزل إليك ذكرى لتبين الناس ما نزل إليه مرة وحي نقطة مقيدة مطلقة بقيدة مرة مخصصة عام كي بتخصيصين إيسا مرة وحي نقطة مؤكدة قرآن كبحو شعبه سنة ونسيح وجين إيسا أتكين إيسا أيضا وحي بزليهين مرة وحي نقطة مؤسسة مؤسسة وحي نقطة سنة مؤسسة وقرآن كبحونا الشيقين وحي يا سنة الوعدين كرا نبي عليه الصلاة والسلام اللي نبي عليه السلام إلهي وحي الله صادري
بالكتاب والحكمة كتاب هي حكمة وصنة للجيدة ألا أوتي إنما أوتيت القرآن ومثله معه النبي عليه السلام قرآن كيو مثل كيسا وعيسا وصنة يا ليسيب النبي عليه السلام مركب وحيا لها الحرمي اللقاء هذا لا إيو يعني المخلب إيو محوى هذه ناب إيو إلا أغادو الرماء هذا صنة النبي عليه السلام أي عدي سي أو تأسيس سي مؤسس ويان مؤسس ويان طيب سيدا مركب نكاح لقاء هذا لا ييبا وآيات كي أي كهان ليسي تحريم كه ويقى الله حرمي أنكو نقول سنكري لقاء هذا لي وإله يروحيل لكم ما وراء ذلك هنا عن الزوري عن أبي إدريس الخولاني عايذ الله عايذ الله الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم الناشر رضي الله عنه قال نهى النبي عليه السلام وحور ربي نهي حرام كينا يا تحريم عن أكل كل ذي ناب وعلى الله الوحي معو صاحب من الصبع الدواقة كمذا وحي أين السنة وحي على صور ريبنا دي عموم كاسي وحي على صور ريبا جرته أو معيلة أو لا درال أو غادو حكمذا الضبع كمذا حديث جابر بن عبد الله يا الضبع سيد قال نعم والنبي عليه السلام ضبع عبالك لنا ضبع ودرواقة رواقة ذي ناب مع ذلك وحويان وهلا ورنك راوي النبي عليه الصلاة والسلام طيب زاد إسحاق ابن أبي عمر في حديثيهما قال الزهري ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام له زهري على حديث كان شام ما كان قال لي أمان علماء الشام أمان كما قال لي علماء ذي حجاز كما أنا ما قال مركا رحلة ذي دنبي أصور رحلة ذي شام علمي كيف يستمي كم يتهي وأنا زيارة ثقة قال وحدثني حرمان بن يحيى تجيب قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد ابن أبي يونس بن الليلي عن ابن شهاب الزهري عن أبي إدريس الخولاني عايذ الله أنه سمع وحوم مغلى أبا ثعلبة الخشني يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حور ربع عن أكل كل ذي ناب من السباع وعلى لو حي معيه صاحبه يعني معيه على وضع ومعيه كعو الله يتمأه وكعو نوه وحكوه قاعد دوي يعني هذا الله يا وإلا قيلة وحوى معيه ليه وعلى هذا الله يحويان ودواقا معيه له لباحة إيه الشبيل كي إيه دور جوكتان إيدتك إيه دواقا حولا حيوان كبعونا كوا يوه هلب كوا حرام ولا معوني كرو لباحة هلب كيس لما عوني كرو قال ابن الشاب وحجري ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز كما ما قال علماء هذا الحجاز أوه حديث كان حتى حدثني أبو إدريس بأيو الرمي وكان أبو إدريس الخولاني وحوها من فقهاء أهل الشام علماء ذي فقهاء أهل الشام وكمذها قال وحدثني هارون بن سعيد الليل قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو يعني من الحارث المصري أنا من الشهاب الزهري حدثه عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى وحور عن أكل كل ذي ناب من السباع وعلى الله لوحي معي وصاحبه ودعاك كمذا إن لعنى وحرمه قال وحدثني أبو ظاهر أحمد بن عمر بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس ومن أبي ذيب محمد بن عبد الحامد بن وغيرة وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد وغيرهم حدثني محمد بن الرافي وعبد بن حميد عن عبد الرزاق معمر حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يوسف بن الماجشون حاء وحدثنا الحلواني حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد الزهري قال حدثنا ابي عن صالح مكور بن كيسان كلهم عن الزهري مكور بهذا الاسناد مثل حديث يونس وعمر رضي الله عنهما متابعنا كلهم ذكروا حيشينا الاكل عند الا صالحا ويوسف بن مريم في حديثه وما نهى عن كل ذي ناب من السباع مرك عن اكل كل ذي ناب ينهى عن كل ذي ناب بكليين انت سمك يقوك على صار يا واحد نهى عن أكل كل عن كل ذي ناب وحلا لوحي معي صاحبة يا للرّيبة وحلا الرّيبة معي ما في رد ولا ما تعرفش هذا ما عنيد هذا عنيد وحديك كلاك وحدي وعلى الله قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن علي بن مهدي المالك بن عرسين بن عبد الله الأسبعي عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن صفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل ذي ناب معي وحو صاحبة كل جي من السباع دواقة كمدة فأكلوا عندي حرام حرام وحدثني أبو ظاهر أحمد بن عمر أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس بهذا الإسناد مثله قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي معاذ العنبري قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة الحكم بن عتيبة الكوفي الفقيه عن ميمون بن مهران عن ابن عباس عبد الله بن عباس الهاشمي رضي الله عنهما قال نهى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحور عن كل ذي ناب أي عن أكل كل ذي ناب من السباع وعلى الله الوحيد دواقة كمذا هو
معك الله يتما ومعي ذي زوح كدلة وعن كل ذي مخ اللبن وعلى الله وحي وصاحبة عدي ومن الطير شبرها كمذا يعني بس كيو قرقر كيو معها بالك اللي دي يجري وغادي فراها بدنا جرتي أنا وسوق قاري هذا باب الله أركي معيها لهيت عديها لهيت بكتك السيارة جرتي وحي عرقته باب وحتى واجري من اللي يجري يا جري وعندو دا كلاس دنا وحي دلايا وعصو دوي اها حاجه ودميس باش يرد هادي اول ما انت دي ناف جيل مال لو دلو اما او غار كو اللي واحد كو دلو اما لو قشو واحد سو دغي زوغينا واضح توكي يا يا قنبله هنتولي باقا عماتيقا هاي عقل سوق إذا وحكي الله ما هي زمان حتى حمش حرقال الله ما هي إيه حمش حرقال حتى الله ما هي والعد بيهاجر حمش حرقال بني جري أي هذا سيقوله تنس قوله تنس قوله تنس أي أبد بودي سي قال إن جرت وحنا وادم ما قال ميرك ودم بيين طيب أوي وحدثني حجاج بن شاعر زمان قال حدثنا السهل بن محمد ومزازة حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله قال وحدثنا أحمد بن حنبل نصب إلى جده أحمد بن محمد بلده ابن حنبل ممن ينسب إلى جده أي كمدي هاي أحمد بن محمد ابن حنبل الشيباني أبو عبد الله الإمام إمام أهل السنة والجماعة رضي الله عنه قد وضع الله كراد النظر لمان وعي أسانيد الرجال المشايخ لمان طب رضي الله عنهم وأرضاه ودخلهم الجنات الفردوس الأعلى إلى هجري لما أنتر لكن رقوا وكلا وسكل أستاميهم. قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكر عن حدثنا الحكم بن عتيبة وأبو بشر عن ميمون بكوري ابن مهران أبو بشر أبان بن بشر ميوها أبان بن بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس عبد الله أن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع بنهي وعن كل ذي مخلب من الطير. قال وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشام بن بشير عن أبي بشر حاء وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشام بن بشير قال أبو بشر أخبرنا عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى حاء وحدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا أبو عوانة الوضاع عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثل حديث شعبة وشاعر الحكم الكوري شعبة على متابعينها يا وحم متابعينها يا على متابعينها يا شعبة بن حجاج في حديثه عن صوم الري. قال باب حكوس أبسي إباحة ميتة للبحر بضة ميتة يا بختي هذا مركي بدل ولا هينا ومصطفى حركه وذل ويجي يبدي ايو ميتدي ده يا بختي وذا كور. طيب قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب زهير بن معاويه قال حدثنا ابو الزبير محمد بن مسلم عن جابر بن عبد الله زهير بن حذيج واي حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة زهير كاوي عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر بن عبد الله قال جابر بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعثنا أبو رسول الله بان الدرع عليه الصلاة والسلام وأمر علينا وأمرنا وغدقي أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه طبعاً كيف كم دي العشرة المباشرين بالجنة هل مرب نبي وتري عليه السلام هبل وفي الجنة وفلان في الجنة إن الجنة لو بشاري صحابه وبدين كتب غاركود قال لي فين لكن طبعاً محاجر تقوم مع النبي عليه السلام جد وضو الشيء إلي النبي عليه السلام وبشاري جنة وبشاري أبا عبيدة كم إذا سفقاره تلمان قاره إسلامي أهنا أولها يدنا خاص أولها وحال ريتري
أمين هذه الأمة أمداً أمين كذي لكن من كي أيوه يبادين إذا نبي الله نراعي قف آمين هو حنا يقول النبي عليه السلام وحنا راعينا يا أمين حق أمين عبيد عامر بن جراح رضي الله عنه وأرضاه نين كاسو نبي أمير وقال لي أيضا كما ذحك النقو حقا يبدا حيبتا إذا قادة سفرية قريش سايدة تجارة بعشرة وتجد قوية ويستاقى أيو نبي عليه السلام يري وانا من كما كسو ساري نبي قيس حابة دي سحوله دي نلقو دي انت بكسو ساري وحاي وطانا يكون بعشرة يسترى يان حقو مالها مرك نتلقى أن نلقل عيرا سفرية لقريش قريش أسقنا علي سفرية قريش أو أيوز أيليهين أو أور يقاديد إن الله كل أنه نحضر أقاله وزودنا وحسهين نوسي النبي جرابا أهلي من تمر تمرة لم يجد لنا غيره لم يجد لنا غيره توان كاتمرته وحانهين نمونه للنبي عليه الصلاة والسلام جراب يروح لوري توي سيد توان ذكره فكان أبو عبيدة وحوها يعدينا كنسية تمرة تمرة الحمد لله يهديكم الله سبحانه مركا تمرتا يده والمرة دونا مركا عن طابة عن طابة كديبنا كيراتي يعطينا وحنوس ينجر تمرة تمرة حبة حبة تمرة أي لو قيبنا عيدا كه حبة تمرتي لو سيدا ما نيسا وحلا يستلم عليه قال فقلت وحنكو يريب ولي هاي أبو الزبير جابرو فقلت وحنكو يريب جابرو كيف كنتم سيدات كنتم هانجرتين تصنعون قوة سمايا بها حبة تمرة حبة تمرة محيني جو ينجرت ويني تري جرت حبة تمرة محيتري أيام ويجيبر طيب فقال وقال وحجري نمصها وان مود مثنجري كما سيدا يا مصو السبي الما هي الناس هو يد أم مود صداكري هل من انتدانك اللي قال يا لما لقاياه وعلى مود موزن أفكر وعلى وقن عن عنه ورماها سيدا يرى استمرد عيسى أيات بقدال قليس علاشا نمصها هدي حوى وحونا اسكد اقنو ثم نشرب عليها تمرتي عن موصنين دي الرأي كورك هذا وحان كدل عبي جرأي من الماء بيان كدل القيج جرأي بيها انك قدق عيب له هذا قاعد يسان بيها كدق مهيان لكن موقع حوة تمرتي عنه بيه ما نقص عنه كدل عبي جرأي فتكفينا وينوف اللانجر يومنا إلى الليل ما انت إلى يهبينك انت أصاب أن نوف اللانجر توقس عن جرأي تمرتي هذا خاصية لهذا ومبارك تمرتي لمن ما هو عيالها كالي شجرة مباركة ينبي قتل ما عليه الصلاة والسلام إن من الشجر شجرة بركتها مثل المسلم سيد مسلم كو كلا بركة له حكم إذا جاء التمر تنبي قتل ما بين بركتها مده هذا ساكم إذا يتمر تهذاس فتكفينا يومنا إلى الليل إلى همين كمن في الآن جتبي النبي صلى الله عليه وسلم لذلك التمر تو أيضنا كتب لقى اللي في وأيد إلى هذا هاي إن هذا شيء مفيد حتى النبي عليه السلام مركو قفك وسومية هاي حيرة قب الله وضع رضى بيتمير قب الله وضي رسولك عليه الصلاة والسلام خسية إلى هذا هاي فأيد إلى هذا هاي وقال النبي عليه السلام بيت يا عائشة عائشة لا لا يحاسكيسي رضي الله عنها بيت لا تمر فيه جياع أهله وجاع أهله قول التمر ولا إيه كيس وقاعد يسنيها بالنبي صلى الله عليه وسلم قول التمر تقول قد تبرت على تبرت واسكب بس شيء ما بتاعي قاعد شذي مركا كويسة واسكب زي ريدي سات وكنا وحان كلوه هنا أنت نادرت نضرب وحان كوك جراع جري بعصينا ولها نجا جلها الخبطة أبقضة كوك جراع جري ثم نبله وانقيس جري بالماء بيان كوك جري أبقضة فنأكل وانجر جلها يدنا أبقضة هذه على أنت هذه بعلوشة وحاسس يدنا واسكب ذاك إنه جلها عنيني إلى مركاسي لو بحيو جيش القبط قالوا وحيرا وانطلقنا وانتقنا على ساحل البحر حيبتا بد حيبتا إذا ساحل كوا بد حيبتا إذا أيان مري فرفع لنا وحانا نوكر يلي على ساحل البحر بد حيبتا إذا كهية الكثيب الضخم واحد مود مرمرعوت يبعاد وين أوكره وساو الكوذن ساو تاغن وساو تاغن ما ملك على نحيبتك على نيبير وحبد كسو بحي بنانك إذا يالله أود مود ملبر مرعودة يبعاد أود مود بورة يرن مت فأتيناه ورن مت فإذا هي وحي سقها وبدابة دابة تدعى لو يرى العنبر عنبر ما قاعد عنبر ليراه وحوين أو بض إلى كسر صارق نقولي أيان ليجري وعيراه
وين أو فر عياق بدك تجرح أوين نقولي بنكون قاعد عبتر مرجع عمبر بيني جيرين أياس يا ماشي يا الله بختي بختي وبدأ يصوت فتاي قذفة البحر وبدأ صوت ورتاي قذف في عساق عائلة حني هذا الكلام تاعه طافقة دول ورولاء دول هذا يكاسة يسوى أيام وران كلا وتفاسير الصحابة أبو بكر يغير بيكون فسرين نعم وحيل لكم سيد البحر ودعامه متاع لكم ودعامه ذا سكوا فسرا يا لا يقول صوت ورا يا واحد دول صعود الميدة بختي فبرك وحيري قال أبو عبيدة أبو حيري حد يان كرتورة ناي ذكر وجه جزية قاتها هيسا مرك ورا وحيري أسرع ولا قول سوى أميركي ميتة تمبي هي ميتة وبختي هو دواننا عموم كي بكون حمباري حرمت عليكم الميتة ثم قال وحير الله هذا أنا واس قبتي بختي هان وقتي من بل نحن وأن نقول رسول رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر صاد ريبا نهاي وفي سبيل الله جدك إلهي جهادنا وكجرة وقد ضررت وانا نيدي بات قريب مضرين باتينا باهبا بين هيسا فكلوا عنا هل كاسو مركا وقيل دي الضرار هي الضرورة إن أو بنانا نيسو وحان الله عدين دونا ضرورة آمن لعني كرميتدا يبختك بدا إن أضوه قاتشسنين حتى أي حلال كوتاهي ونبي عليه الصلاة والسلام ونوع دي نعم قال وحيري وحل لنا حديث وكا وحل لنا ميتتان وحل لنا ميتتان ودمان لرب اختنا وانا نوح حلالي لرب ديقنا وانا نوح حلالي محايا هاي ميتتانكو لرب اختي محايا يا الجراد والسمك واحد بدأ كجرا لها جراد كون واي حبالك اي حال مالو يتصور ديدا يا اركي سينا بيراها يقول لك مقدرا ان لحنا بنان ميتتي سبختي ساحتا وحلالوي ليقنا ودي وحويان الكبد والدحالوي يا الكبد والدحال يعني بيركا وهي وديق لان جيلا يسافوا بره دحال كنا وبيريرته وحي دهان وي سومالده ما بعنته واسك تورتا طيب وكلو يرمكي لو ويديه بدا النبي عليه السلام هو الطهور الماء والحل ميتته بيها بدا وظاهر ولو يسقى او يسقالن ولو ظاهر قالن كرا بختي سن حلال وي رسولك عليه الصلاه والسلام marka wuxuu leeyahay laakiin abu ubayda masaladaas oo dhan baa soo gaarin markii hore arintaas ku xumbaaray gadaal baa looga cadeyn doonaa qaala wuxuu yiri faaqabna waxaan dul nagaanay alayhi baalki ambarka shahran bilban kor daganin wanaxnu 300 sadax boqol oo ciidana nahay bule sadax boqol oo nin oo gaajaysan bilba cunayeen yaani 15 baarki doonta riwaayo 18 baarkaysa bilba baarkaysa riwaayatu akthar riwaada badan ونحن 300 صدح بقول حتى سمنا إلى كعي اللي وجسمي أري وصار نقضي وأن هرب كعي اللي أير عنيني قال ولقد رأيتنا وحان سقرنا إنا وسأرقنا بلاها يؤون حسوسا نغترف أن نقض دردرسنين من وقب عينه أما عينيه إنه سام إشي سقد كذا إشي قد كذا يا وحان دردرسنين بالقلال أشوما دردرسنين أشوما أيام الدرسين هني أدوه نصوغة أشون صبغ بال صبغ الصوغة صار صبغ بالغاز صبيح معنا إشي سي وحي حين يدفنها وتري يا وحال درسنا يا أشون كله درسنا يا ولاش وين ما قصدنا حين صبغة يا لغاز دورنا وإشي زكريا أنت زكلها شاجد وين يا ونركض دونا وحي ولا تلمامي ونقطع من الفدرة أو القدرة وحكت جوسين جرة قطعة قبل كثور سيد الدبي واحد دبي مودو إن دبي لك أو مسك قدر الثوري الدبي أو كله إذا كسر جوسته إن معلوم البلوغ قدينا هي فلقد أخذ منا أبو عبيدة بن الجراح وحنا قصوا قرطي 13 رجلا صدق هي طبعا ننبي رصابها ما قصوا فقعدوا وحنا فريسي في وقب عينه إشي حيوان كنوع عسى إشي يسي أو صبح جل قصوا بحي قد كيس قرف كها قد كيس صدق هي ننجري صدق هي طبعا ننجري أي أو كل بني ما قوحوا آدمين مخلوق يوحوها حيوان من إلهي حجي سي ودي سي يقدر كيس إلهي وقيا سبحانه وتعالى أبو عبيدة يقول الله يقول كور رب هذا كان أنت يتهي قردي سي حجي وقياسها يا بالفريزة تاك بالإشي زقالة مركز الدحي يتوان ننبع قد يقش وآخذ وحو حقا كراقب تنلع فين من أدلاع فريزة كميدة فريزة سألو إستاجي فأقام وإستاجي فريز وهربك لقلب الأقرطي ثم الرحل وحو الرري أعظم بعير أورتي أما جالي متك أقول ليه أقولين ومعنا معنا جه هذا يبو رري فمرة وحومري من تحتها هص
هوس بو كمري رتي ررن او كباليزلو ترن ايا هوس يا سا هوس مري حكا سي كوراي فيد با كسي كوريس وسالو تاغ وحن الهي اوليدا الهي كو امارتن ولايسي بوها وتزودنا من لحمي بالبل عليا او حضر وان صحي قادنا من لحم هيركيسي وشائقه حال كونه وشائقه اسقوا دل دريق اسقوا الله كم بسي الله دل دريقي وانت دي حانو جاء حانو دهره هيربكا او دبك مخو قرخده لو دغو يا اسقوا انغغان ايا لس قادن جيره هدو دا لس كركرسن وشائق بالدها. فلما قدمنا المدينه مركز مغالده المدينه غلاي اتينا الرسول الله النبي عليه السلام امنيت سوى بحن لو سي وربحنتي با لو دراي فذكرنا ذلك لو ارنك ما نبي وشغ محان حيوان كاسا ارغني ساسا اسكو قباني كدبنا اضرار يا باهي درت بنقن. فقال النبي وحي هو الرزق اخرجه الله لكم ما هو حرام ورزق اله ايدي سو صار ايدينك سمرت كرامه اله بني كرامه يدو كرامه ولا ايدي سو صار حلال بورا اصل بو اها اي وخ مارت رخصه كبنانه يا اضرار يا باهي ما هي اصل كيسا حلالها بختي قاس بضل هذا قصة بحي وحلال. فهل معكم من لحمي هرب كيسي من شيء وحما كودان فتطعمونا أن نقود سارن هرب وحما كودان أن ندن زيزان. قال فأرسلنا إلى رسول الله نبي وحمد الر عليه السلام منه هرب كبارك عمبرك وحبان وقدر منه من بعده فأكله وعن رسولك عليه الصلاة والسلام. ترى وحويا معنى هذا تطيبا لخواطر الصحابة صحابة قلبي قوذبه نبي وحب يهاجينا يا إن واحد عنان وحلالها رسولك عليه السلام وحاطيه بهن وحلاله ولقي معن من عناية صلى الله عليه وآله وسلم مرك تاسع يتصايا تواضع ويكتها رسولك عليه السلام إن صحابتي سوى عناية ولا مشاركة يوم أيضا وايتها مرك وبيان الحكم الشرعي فعلا حكم الشرعي هذا فعلكم مجيء. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمر 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 جابر بن عبد الله عمر بن الدينار بابو حمغلي جابر بن عبد الله ويقول له بعثنا رسول الله رسول كلاه بارنا الدرين بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن 300 راكب صدح بقل من وقاديد سارنا وراكبة وأميرنا وأمير راها أبو عبيدة بن الجراح ما نحن راها نرسد وحنا الدرين نرسد إلى نعم القلو عيرا سفر لقريش قريش إلى هذا الشام يوم مكة وكال سعوتي إن عند فيس أقوله نحن أقوله وينوبنا أنت إلى شرعة وينوبنا أنت قال هذا حربي أنت المرساد يعمل الله قاله. فأقمنا بالساحل مركزان دين وحن كنا قلنا حبتي نصف شهر بالنسكت مركز شهر مصامري فأصابنا جوع شديد قال جد رمبان ودع ذي حتى أكلنا وحن عنا الخبض أبقذي جيلها قرعة يبقى فصمي وحلوما عبي أيضا كي جيشكي جيش الخبط جيش الخبط أو خبط أها إذا كي يجيش كي أبقرة يا مقع الله رغني رواية كان حتى قرحة أشداقنا قلت يا رعوني أني أبقرة هالو وحكولول أو أول البوليه وبعض الروايات صحابة وحيالة يعون جرين أما أبقرة كسابسا أما عدقة كسابسا يا قول الله دلاء الجرين. فألقى لنا البحر بدبا وحنوصة طورت دابة دابة يقال لها لإذا العنبر وين فأكلنا منها نصف الشهر من الاسكال بنعنيني ودهنا من وذكها سبق هذه ششفت هذه حيدة هذه أي كسب كريني حتى ثابت إلهي كسر نقطة أجسامنا تلك أنا يبقى صور نقطة وناقي زكوس الله بتي ورفات كان كجر مدة معروشي يعني رسول بعض وان حي حتى سمينا وصمر إلهي كحيلين. قال فأخذ أبو عبيدة أبو عبيدة وحوق بتي ضلع عن فاد من أضلاعه حيوان كي فريز كمدة فنسبه وانتو تاجيب ثم نذر فيري إلى أطول رجل نك أغدر في الجيش عيدا بجذيسة وأطول جمل رتيق أغدر أورت كجرا يجيلا فحمله عليه نك يا سقى هذا راب وكلهم بارو كرك قصاري فمر وحمر تحته وتحت ضلع فادي هاست هذا درم مري بتابعن وحجرن فادي وكذي كرئيس وين إنك واحد ثم نظر وحوف في إلى عفوا فمر تحت فقال وجلس في حجاج عينه إيش يسجده هذه وحاج علي نفرهم روح صدح يطبن من باقي شيء. قال وحير وأخرجنا من وقت من وقب عينه أخرجنا وحكى صارني من وقب عينه إيش يسجد هذه كذا وكذا أنت قلة أو قلة وهو وين وهذه قلة أو واحد بلغ هذا وذكن أو من وذكنه حيد مع برورة. قال وكان معنا جراب
وحاوذن من تمر تمره ومرك ورسائل لوتي فكان أبو عبيدة يعطي كيسية كل الرجل لنكستا منا نقمده قبضة قبضة مرك ولا عن طوبه عن طوبه أحوال الهيرب على الله ثم أعضانا مرك وارقب يوسي دمانا يوحنا لهين أعضانا وحنوسي قرانكي تمرة تمرة حبت حبت تمرة أيو نوقي بيجر ونجر يليلي فلما فني مرك تمرتي حبتي أين قبضة ماتي وجدنا أول بهار فقده وينتيسي وانت ان ويني وان اول بهاري وان امرنا ورفاضني احمد وان وحوي انه هيسي كدب دينا الهي وحكم عين ميهي هيرب كاسا هلين وقال شاهدك وحاويان بدا وحي سوى طورته اما كل احد انت حلال ويان والعنا يا وحدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمر بن دينار با وحوم مغلي جابرا جابر او يقول له مغلي في جيش الخبضي عيدا كأبقضه ان الرجل ان يا نحر قورعي ثلاثة جزائر صدح نفه قولة قورعي ثم ثلاثة صدح كلا ثم ثلاثة ثم انها وابو عبيدة كرهبه حديث كان صوى مطولة هو مفافاس البخاري بكسو بيه عبادة بن الصامد ويرو لريبوها مركا عوذ ويذ وكي أبي كلها وحدثنا عثمان بن أبي الشيبة قال حدثنا عبده علي بن سليمان عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بعثنا النبي عليه السلام بان الدرين ونحن 300 وسطع بقولة نحمل حمبار سنة أزوادنا صهيدا هذا يري وحكا قبطه على رقابنا قرطة كوذن صهيدي وحجر وحق قيد لصالي ما نورك قوضنا قال وحدثني محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن مالك بن أنس عن أبي النعيم وهب بن كيسانها أن جابر بن عبد الله أخبره قال بعث الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية إلى الدرعيضا ير 300 وسطع بقول قاري وأمر عليهم أبا عبيدة أيضاً أمير وقدي من الجراح ففري زادهم زهيد بكذا ماتي فجمع أبو عبيدة وحسائر يزهاد ومحي وذين في مزود هل ويلبس كو كان مزود كو آلة أدوات الزاد أم ويلك صهيد الوقرة هل ويلبس كو كان فكان يقوتون أمرك عبيدة أنا إني قيبين أيها لدك واحد يقع عندك ويستان ويسكد من قران أنا إني قيبين حبد حبد فكان يقوتون ونقود جري ونسين جري حبد حبد حتى كان يصيبنا كل يوم من تمره حبة تمر ونسجر قال وحدثنا ابو كريم محمد بن علاء همدان حدثنا ابو اسامه حماد قال حدثنا الوليد علي بن كثير قال سمعتها بن كيسان اي نور ربيب له ابو النعيم يقول سمعت جابر بن عبد الله ويقول لبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه الى النبي ودري انا فيهم بوله جابر وان كنت جري عيدا كاس الى سيف البحر سيف البحر يا ساحر البحر واسمه إلى سيف البحر إلى ساحل البحر بدا حيبت هذا أيار نادري مهمة الله درنا وسوق عني إن سفر ريدي ريال قريشات لحد الله قاله وساقوا جميعا روادي وحيدا مانك حيهم بقية الحديث حديث كده راي صامر ريك نحو حديث عمر بن دينار وأبو الزبير لا بدا حديث كودي أي يكون كل راعي غير أن في حديث وهب بن كيسان من كان إلى وهب بن كيسان أبو النعيم حديث كيسو وحكسوا فأكل منها الجيش بعري 18 ليلة سيدادي يطبن هبين بالعناي شان يطبن صامر بلبا صامر رواية أكثر كاه أيا حب ذا وحدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا عثمان بن عمر حاء وحدثني محمد بن الرافع قال حدثنا بالمنذر الغزاز كلاهما عن داود بن قيس عن عبيد الله بن المقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العيضا مدر إلى أرض جهينة رير جهينة أرض ذاذي رواية نوحكوا عدي زي ماشي الله بحي إليه جهينة قبيل وير جهينة قبل الله عربيت كم إلى يومنا هذا ويجران فلان الجهني بالمغرسة واستعمل عليهم رجلا نم بمدح وقد قال صامر نكاسي هذا مبهم كاه مبهم بالله مبهم هي مهمل هي مجهول طيب رجلا أبو عبيدة بن الجراح وساق الحديث نحو حديثين الله أعلم بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.